الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شابي العزيز، لقد كانت المسيرة الخضراء ولا تزال، أحسن تعبير عن التلاحم القوي بين العش والشعب، كما أكدت بالدليل قدرة المغاربة ملكا وشعبا على رفع التحديات التي تواجه الأمة، وهي مسيرة دائمة. فالروح التي مكنت من استرجاع الصحراء سنة 1975 هي التي تدفعنا اليوم للنهوض بتنمية كل جهات المملكة، وهو ما ينطبق على أقاليمنا الجنوبية التي تعتبر صلة وصل بين المغرب وإفريقيا على الصعيد الجغرافي والإنساني والاقتصادي. شعبي العزيز، لقد ظل المغرب واضحا في مواقفه بخصوص مغربية الصحراء، ومؤمن بعدالة قضيته ومشروعية حقوقه، وسيواصل العمل بصدق وحسنية طبقا للمقاربة السياسية المعتمدة حصريا من طرف منظمة الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي عملي وتوافقي، وهو الحل الذي تجسده مبادرة الحكم الذاتي نظرا لجديتها ومصداقيتها وصواب توجهاتها، لأنها السبيل الوحيد للتسوية في إطار الاحترام التام للوحدة الوطنية والترابية للمملكة. وقد تعزز هذا التوجه بزيادة عدد الدول التي لا تعرف بالكيان الوهمي والذي يفوق حاليا 163 دولة، كما تؤكده أيضا الشراكات والاتفاقيات التي تجمع المغرب بالقوى الكبرى وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تشمل على جهات المملكة بما فيها الأقاليم الصحراوية. شعبي العزيز، لقد مكنت المسيرة الخضراء من استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية، ومنذ ذلك الوقت تغيرت خريطة المغرب، ولم نستوعب بأن الرباط صارت في أقصى الشمال وأكادير هي الوسط الحقيقي للبلاد. فالمسافة بين أكادير وطنجة هي تقريبا نفس المسافة التي تفصلها عن الأقاليم الصحراوية، وليس من المعقول أن تكون جهة سوسمسة في وسط المغرب وبعض البنيات التحتية الأساسية تتوقف في مراكش، رغم ما تتوفر عليه المنطقة من طاقات وإمكانات. لذا فإننا ندعو للتفكير بكل جدية في ربط مراكش وأكادير بخط السكة الحديدية في انتظار توسيعه إلى باقي الجهات الجنوبية، ودعم شبكة الطرق التي نعمل على تعزيزها بالطريق السريع بين أكادير والدخلة. وسيساهم هذا الخط في فك العزلة عن هذه المناطق وفي النهوض بالتنمية وتحريك الاقتصاد، لا سيما في مجال نقل الأشخاص والبضائع ودعم التصدير والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، كما سيشكل رافعة لخلق العديد من فرص الشغل، وليس فقط في جهة سوس وإنما أيضا في جميع المناطق المجاورة. فجهة سوس مسا يجب أن تكون مركزا اقتصادي يربط شمال المغرب بجنوبه، من طنجة شمالا ووجد شرقا إلى أقاليمنا الصحراوية، وذلك في إطار الجهوية المتقدمة والتوزيع العادل للثروات بين جميع الجهات. فالمغرب الذي نريده يجب أن يقوم على جهات منسجمة ومتكاملة تستفيد على قدم المساواة من البنيات التحتية ومن المشاريع الكبرى التي ينبغي أن تعود بالخير على كل الجهات. والتنمية الجهوية يجب أن ترتكز على التعاون والتكامل بين الجهات، وأن تتوفر كل جهة
على منطقة كبرى للأنشطة الاقتصادية حسب مؤهلاتها وخصوصيتها. كما ينبغي الأمل على تنزيل السياسات القطاعية على المستوى الجهوي، وهنا نؤكد على أن الدينامية الجديدة التي أطلقناها على مستوى مؤسسات الدولة حكومة وإدارة يجب أن تشمل أيضا المجال الجهوي. شابي العزيز، إن حرصنا على تحقيق تنمية متوازنة ومنصفة بكل جهات المملكة لا تؤدله إلا التزامنا بإقامة علاقات سليمة وقوية مع الدول المغاربة الشقيقة. فالوضع الحالي بالمنطقة وبالفضاء المتوسطي يساعدنا جميعا ويدعونا للتحرك الإيجابي نظرا لما يحمله من فرص وتحديات. فالشباب المغاربي يطالبون بفضاء منفتح للتواصل والتبادل، وقطاع الأعمال يطالبنا بتوفير الظروف للنهوض بالتنمية، كما أن شركائنا وخاصة الأوروبيين يحتاجون إلى شريك فعال، وإخواننا بأفارقة جنوب الصحراء ينتظرون مساهمة بلداننا في البرامج والتحديات الكبرى للقارة. وأشقاؤنا العرب يريدون مشاركة المغرب الكبير في بناء نظام عربي جديد. إن الآمال والانتظارات كبيرة والتحديات كثيرة ومعقدة، وما يبعث على الأسف وأن البعض لا يتعامل معها بجدية. والحقيقة أن عدونا المشترك هو الجمود وضعف المياه التي تعاني منها شعوبنا الخمسة. شعبي العزيز، إن الصحراء المغربية تشكل بوابة المغرب نحو إفريقيا جنوب الصحراء، وقد جعلنا قارتنا منذ اعتلاءنا العشر في صلب سياستنا الخارجية، فقمنا بالعديد من الزيارات لمختلف دولها، وتم التوقيع على حوالي 1000 اتفاقية تشمل كل مجالات التعاون، وقد كان لذلك أثر ملموس على مستوى مكانة المغرب الاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية داخل القارة. وإننا عازمون على جعل المغرب فاعلا أساسي في بناء إفريقيا المستقبل، كما نطمح للرفع من مستوى المبادلات التجارية ومن الاستثمارات المغربية في القارة، وإطلاق مرحلة جديدة عمادها المنفعة المشتركة. ويتوقف تحقيق هذه الأهداف على وفاء المغرب بالتزاماته وعلى مواصلة ترسيخ حضوره في إفريقيا. شابي العزيز، إننا نتحمل جميعا أمانة الحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية والنهوض بالتنمية الشاملة بجميع مناطق البلاد، كما أننا مسؤولون على مواصلة تعزيز العلاقات الإنسانية والاقتصادية والسياسية التي تجمع المغرب بالدول الإفريقية. وبذلك نجدد وفاءنا لقزم المسيرة الخضراء ولروح مبدعها والدنا المنعم شهادة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواه، ولكل المغاربة الأحرار الذين ضحوا من أجل حرية وتقدم المغرب في ظل الوحدة والأمن والاستقرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. We'll be right back.
مساء الخير مشاهدينا الكرام، تابعنا مباشرة الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء المظفرة. استحضر فيه جلالته المعاني العميقة والدلالات الرمزية الراسخة للمسيرة الخضراء المظفرة في وجدان الأمة، مسيرة دائمة يقول جلالة الملك تدفعنا اليوم إلى النهوض بتنمية كل جهات المملكة، وهو ما ينطبق على الأقاليم الجنوبية كصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي. صاحب الجلالة شدد على حرص المغرب لمواصلة العمل بصدق وحسن نية وفق المقاربة السياسية المعتمدة حصريا من طرف منظمة الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي عملي وتوافقي، وهو الحل الذي تجسده مبادرة الحكم الذاتي نظرا لجديتها ومصداقيتها كسبيل وحيد للتسوية في إطار احترام تام للوحدة الترابية للمملكة. جلالة الملك نصره الله أبرز أن هذا التوجه تعزز بزيادة عدد الدول التي لا تعترف بالكيان الوهمي والذي يفوق حاليا 163 دولة. جلالته دعا من جهة أخرى إلى التفكير بجدية في النهوض بالتنمية وتحريك الاقتصاد في إطار الجهوية المتقدمة والتوزيع العادل للثروات بين جميع الجهات، جهات منسجمة متكاملة تستفيد على قدم المساواة من البنيات التحتية ومن المشاريع الكبرى التي يجب أن تعود بالخير على كل الجهات. في نفس السياق أبرز صاحب الجلالة ضرورة أن تتحول جهة سوس ماسة إلى مركز اقتصادي يربط شمال المغرب بجنوبها من طنجة شمالا ووجدة شرقا إلى أقاليمنا الجنوبية، حيث دعا جلالة الملك إلى ربط مراكش وأكادير بخط السكة الحديدية في انتظار توسيعه إلى باقي الجهات الجنوبية وكذا شبكة الطرق السيارة. صاحب الجلالة أشار كذلك إلى كون التنمية الجهوية يجب أن ترتكز على التعاون والتكامل بين الجهات وأن تتوفر كل جهة على منطقة كبرى للأنشطة الاقتصادية حسب مؤهلاتها وخصوصيتها. جلالة الملك شدد مرة أخرى حرصه على تحقيق تنمية متوازنة منصفة لكل جهات المملكة، حرص لا يعادله إلا التزام جلالته على إقامة علاقات قوية وسليمة مع الدول المغاربية الشقيقة في ظل مجموعة من الآمال والانتظارات الكبيرة والتحديات الكثيرة والمعقدة. في السياق ذاته أكد صاحب الجلالة أن القارة الإفريقية تبقى في صلب السياسة الخارجية للمملكة، معرجا جلالته على أوجه الشراكة المغربية الإفريقية مما قوى من مكانة المغرب داخل القارة، مجددا عزم المملكة على لعب دورها كفاعل أساسي في بناء إفريقيا المستقبل. الذكرى 44 للمسيرة الخضراء المظفرة ملحمة تاريخية خالدة في تاريخ المغرب الحديث، مكنت من استرجاع الأقاليم الجنوبية إلى حظيرة